اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أما بعد. المرة اللي فاتت تحدثنا عن الخلفية الجغرافية والتاريخية وشيء من الخلفية العلمية التي في البيئة التي نشأ فيها الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. اليوم بنتحدث عن شخصية الإمام الماتريدي، نتعرف على اسمه ولقبه وأسرته وتاريخه، وهذا مهم لنقف على حقيقة ما كتبه من تفسير، أو لنفهم شخصية هذا المفسر الذي كتب هذا التفسير الكبير الذي اسمه تأويلات القرآن. الإمام الماتريدي يوجد مشكلة كبيرة جدا في ترجمته، فنحن نعرف عن أثره أكثر مما نعرف عن شخصه. يعني نحن نعرف أن الإمام الماتريدي له أثر هائل في المسلمين، تقريبا 35% إلى 40% من أهل الإسلام يعتقدون ما دون وما حرر وما قرر من عقائد، ويدينون لله سبحانه وتعالى بهذه العقائد، فأثره هائل في المسلمين، وهو قائد ورئيس ومقرر وإمام الماتريدية. لكن مع ذلك فلم يكتب الكثير فيما بين أيدينا، أو لا يوجد الكثير فيما بين أيدينا يمكن من خلاله أن نتعرف على شخصية هذا الإمام. الذي يبحث في كتب التراجم وفي كتب الطبقات وفي كتب التواريخ سيقف على مجموعة من المفارقات ومجموعة من الملاحظات التي لا تخطئها عين عندما نبحث عن من هو الإمام الماتريدي. يعني البحث في الرجال أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نأخذ الدين إلا ممن نثق به، والقرآن علمنا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، وعبد الله بن المبارك يقول إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبالتالي من هو الإمام الماتريدي؟ عندما نبحث عن الإمام الماتريدي سنجد ملاحظة أولية، وهي الإهمال الكبير للحديث عن الإمام الماتريدي في الكتب المتعلقة بالتراجم أو المتعلقة بالتواريخ أو المتعلقة بالطبقات. ودي حاجة عجيبة، يعني من المفترض أن شخصية عظيمة لها أثر هائل زي الإمام الماتريدي يكون في عناية، يكون في احتفال بذكر أخباره وآثاره ومواقفه ورحلاته ومناظراته، لكن هذا لم يحصل. ويمكن بيظهر لنا الفرق لما نقارن بين صنو الإمام الماتريدي. من هو صنو الإمام الماتريدي؟ الإمام أبو الحسن الأشعري. يعني الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام الماتريدي هما إماما أهل السنة في العقائد. لما نيجي نشوف الإمام الأشعري والتراجم التي كتبت أو الكتب التي تناولت حياته، سنجد مثلا واحد زي السبكي في كتابه طبقات الشافعية يترجم للإمام الأشعري في حوالي 100 صفحة، يكتب عن حياة الإمام الأشعري 100 صفحة في هذا الكتاب الضخم. ابن عساكر مثلا يؤلف كتابا كبيرا في بيان تلاميذ الإمام الأشعري في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. تعالوا بقى نشوف الإمام الماتريدي اللي هو يعتبر مفترض على الأقل خالص صنو للإمام الماتريدي، كيف تعامل معه أصحاب كتب التراجم والطبقات والتواريخ. سنجد أنه أكبر ما كتب عن الإمام الماتريدي كان 20 سطر، 20 سطرا، والعشرين سطر دولت مجوش في كتاب من كتب التواريخ ولا التراجم ولا الطبقات، وإنما جاءت هذه الأسطر في كتاب من كتب العقائد.
يعني أقصى ما نعرفه عن الرجل جاء في كتاب من كتب العقائد، هو كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي. سنجد أن كتاب زي الجواهر المضية في طبقات الحنفية كتب 10 سطور عن الإمام الماتريدي. فهذا إن دل على شيء فيدل على أنه هناك إهمال كبير في ترجمة الإمام الماتريدي، لا سيما من الحنفية. يعني أنا أفهم أن لا يترجم الماتريدي الشافعية مثلا، ولا الأشاعرة، ولا المشارقة، لكنني لا أفهم أن لا يترجم الماتريدي ولا يهتم بذكر الماتريدي الحنفية، ولا علماء بلاد ما وراء النهر. فإذا يوجد، إذا تتبعنا وإذا أردنا أن نتعرف على الإمام الماتريدي، عنوان كبير اسمه إهمال لترجمة الإمام الماتريدي. دي الملاحظة الأولى اللي بنلاحظها لما نيجي نبحث عن الإمام الماتريدي. الملاحظة الثانية إنه وأنت بتبحث عن ترجمة الماتريدي هتقف على مفارقات. يعني إيه مفارقات؟ يعني أمور تدعو للعجب، أمور تدعو للإيه؟ للعجب. يعني تحط جنبها علامة ماذا؟ علامة تعجب، علامة تعجب. من هذه المفارقات مثلا إن إحنا هنلاقي كتب الملل والنحل، كتب الملل والنحل تذكر الفرق المعتزلة، المجسمة، المشبهة، تمام؟ ولا تذكر الماتريدية، ولا تذكر الماتريدي، بالرغم من انه مثلا الامام الماتريدي كانت له ردود على المعتزلة. وهتلاقيهم في الكتب دي يذكروا مثلا من فرق المعتزلة الكعبية اللي هم منسوبين الى الكعبي. الكعبي هذا الإمام الماتريدي رد عليه في مؤلفات خاصة، يعني في كتب للإمام الماتريدي لكنها مفقودة وصلنا عناوينها، رد عليه في مؤلفات خاصة، رد أوائل الأدلة للكعبي، هذا عنوان الكتاب، رد وعيد الفساق للكعبي. فالإمام الماتريدي اعتنى بالرد على بعض أعلام المعتزلة الكبار، ومع ذلك لا نجد لهم، أو لا نجد أن أصحاب كتب الملل والنحل يذكرون الإمام الماتريدي ولا الماتريدية ضمن الفرق التي يذكرونها. يعني هم إذا ذكروا المشبهة والمجسمة والمعتزلة وهذه الفرق، لماذا لا يذكرون الماتريدية؟ أمر عجيب، أليس كذلك؟ هنشوف مثلا من هذه المفارقات كتب طبقات المفسرين. كتب طبقات المفسرين، والإمام الماتريدي له تفسير كبير، له أثر كبير في علم التفسير، له تفسير تأويلات القرآن الذي اجتمعنا عليه في هذا المجلس، وتفسيره ما كانش مجهول بل كانوا ينقلون منه، وتفسيره علق عليه أبو المعين النسفي وشرحه ودون هذه بعض هذه الفوائد السمرقندي، وما زال مخطوطا حتى الآن، لكن اعتنى بهذا التفسير الماتريدية ونقل منه العلماء. فالماتريدي معروف انه مفسر، فهل نجد له ترجمة في كتب طبقات المفسرين؟ الإجابة لا. احنا عندنا الآن لما نيجي نبحث في الكتب التي ترجمت للمفسرين، عندنا 3 كتب، عندنا طبقات المفسرين للواحدي، عندنا طبقات المفسرين للسيوطي، وكلاهما لا توجد فيه ترجمة. وفي كتاب ثالث مؤلفه مجهول، يبدو انه هو من اصول تركية، من علماء القرن الواحد، من علماء القرن 11، اسمه احمد ابن محمد الادنوي، له كتاب طبقات المفسرين. هذا هو الكتاب الوحيد الذي ترجم الامام الماتريدي من كتب طبقات المفسرين، ولم يجد فيه شيئا عن ذكر المذكور في الكتب التي ترجمت الماتريدي، زي
كتاب تفسيرة الأدلة وغيره، يعني ما لم يفدنا معلومة جديدة لم نكن نعرفها قبل ذلك عن الماتريد، وإنما نقل المنقول وكتب المكتوب. طيب، دي مفارقة أيضا عجيبة تدعو للعجب في وإحنا بنبحث عن الإمام الماتريدي. الإمام الماتريدي فقيه، أليس كذلك؟ الإمام الماتريدي كان من ألقابه شيخ الإسلام، من ألقابه الفقيه، وفقهه يظهر في تفسيره. مفيش آية في هذا التفسير فقهية أو آية تتناول أحكام القرآن إلا وفسرها الإمام الماتريدي. وأحيانا كان يميل رأي أبي حنيفة، وأحيانا يميل رأي محمد أو أبي يوسف، معنى ذلك أنه صاحب نظر فقهي، يعني مش مجرد واحد بينقل عن غيره، لا، ده صاحب نظر فقهي، يعني من علماء المذهب الكبار، يعني من طبقة مجتهدي المذهب الحنفي. فالمفترض أن تذكر له ترجمة في كتب طبقات الفقهاء الحنفية على الأقل، ليس كذلك؟ للأسف لم نجد في كتب طبقات الفقهاء مثلا ككتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 467 لم يذكر شيئا عن الماتريدي، بالرغم من أنه ذكر الطحاوي الحنفي المصري الذي كان معاصرا للماتريدي، ودي حاجة عجيب، يعني يترجم للطحاوي ولا يترجم لمن؟ الماتريدي. وشهرة الإمام الماتريدي لا تقل عن شهرة الإمام الطحاوي، واضح؟ لم يذكر الماتريدي في الكتب التي ترجمت للفقهاء والأصوليين إلا في كتاب برضو متأخر اسمه طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي. فإذا كل هذه الشواهد تقول إن هناك أمور تدعو للعجب في ترجمة الإمام الماتريدي. هذه مفارقات عجيبة جدا وقفت عليها في ترجمة الإمام الماتريدي. طيب، يا ترى السبب ليه؟ يعني أكيد في أسباب، تمام؟ الباحثين يعني كتبوا في حياة الإمام الماتريدي، بعضهم يذكر أسباب وجيهة وبعضهم يذكر أسباب الحقيقة يعني لا يلتفت إليها. اللي أميل إليه وأرتاح إليه أنه ممكن نقول أن في سببين يمكن الاعتماد عليهما في هذا الإهمال وفي هذه المفارقة. السبب الأول طبيعة التأليف في كتب التراجم والطبقات. لو حضراتكم قرأتم في كتب التاريخ وفي كتب التراجم وفي كتب الطبقات هتلاقي المؤلف ماذا يفعل المؤلف في الغالب؟ يجمع الكتب ويلخص منها ترجمة أو تراجم لبعض العلماء، تمام؟ وبالتالي الغالب على كتب التراجم أنه لن يزيد بعضها عن بعض. فأنا إذا جيت متأخر مثلا الآن وعايز أعمل ترجمة ابن كثير مثلا أو للسيوطي، ماذا سأفعل؟ سأفتح الكتب وأنقل، تمام؟ طيب، المفترض في التراجم عندما نكتب ترجمة لشخص لأول مرة المفترض يكون في إيه؟ في جهد شخصي. يعني أنا مثلا الآن فلان وحيد مثلا إن شاء الله يبقى عالم كبير وله أثر كبير، المفترض إنه إما إن هو يكتب ترجمته بنفسه أو واحد من تلامذته أو واحد من بلده ممن عاشوا بعده ولو بخمسين سنة ستين سنة يجمع أخباره ويدونها، ثم يأتي بعد ذلك العلماء ماذا يفعلون؟ ينقلون هذه الأخبار ويزيدون عليها إذا أرادوا أو إذا كان لديهم مصادر أخرى، واضح؟ فالسبب إنه طبيعة التأليف في كتب التراجم والطبقات يغلب عليها النقل والتجميع، المبني منها على الجهد الشخصي للمؤلف قليل جدا. فإذا لم يعتني بترجمة الإمام الماتريدي أحد، سواء هو نفسه ما ترجمش لنفسه
أو ما فيش حد من تلامذته ترجم له، يبقى سيكون ماذا؟ شخصا مجهولا. فيغلب أن الإمام الماتريدي يغلب لم يترجم لنفسه، ويغلب أن تلامذته اعتمدوا على النقل الشفوي لأخباره ولم يدونها أحد، فاختفت سيرة هذا الإمام العظيم ضمن ما اختفى، وإن بقيت أفكاره. طيب طبعا بعض العلماء ممكن يترجم لنفسه، الإمام السيوطي عليه رحمة الله كتب ترجمة لنفسه في كتاب كبير اسمه التحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله، ترجم فيه لنفسه، وكثير من أهل العلم كده. وممكن العالم يترجم له تلميذ من تلامذته ومحبيه، زي مثلا ابن عبد الهادي حين ترجم لابن تيمية في كتاب كبير وضخم اسمه الانتصار، في ذكر وقائع وأخبار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر. فإذا العالم قد يترجم نفسه أو يترجم له تلميذه، فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك تضيع أخباره، واضح؟ فده السبب الأول اللي احنا ممكن نعتمد عليه في تفسير مسألة الإهمال الشديد لسيرة الإمام الماتريدي وفي مسألة المفارقات التي وقفنا عليها. السبب الثاني وده ممكن يخفف من وطأة الصدمة على نفسنا شوي، أو يدينا أمل في أن احنا قد نجد شيئا عن الإمام الماتريدي، وهو أنه الكثير من تراث بلاد ما وراء النهر أعتقد أنه ما زال حديث أدراج المخطوطات. بلاد ما وراء النهر زي أوزبكستان اللي هي بلد الإمام الماتريدي، خرجت من نير الاتحاد السوفيتي سنة 91 تقريبا أو بعد نير الاتحاد السوفيتي بقليل. فنعتقد أن هذه البلدان ما زال فيها الكثير من المخطوطات، خاصة عند العائلات العلمية الكبيرة في هذه البلاد. فبالبحث في أدراج المخطوطات ربما نقف على ترجمة مخطوطة للإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. بالإضافة إلى أنه يعني ما نقدرش نقول أن ما حد يترجم الإمام الماتريدي، يعني صعب أن احنا نحكم هذا الحكم، لكن ربما يكون الإمام الماتريدي رحمه الله ترجم له من تلامذته ومن المقربين منه، لكنه يعد من المفقود الذي فقد ضمن ما فقد من التراث الإسلامي أثناء غزوات التتار الهمجية على العالم الإسلامي. وانتم عارفين حضراتكم لما تقرأوا عن هذه الفترة التي خرج فيها التتار من نواحي الصين حتى أتوا إلى بغداد واحتلوا هذه البقعة كلها، كانوا لا يحترمون علما ولا يحترمون متاجد ولا يحترمون كتبا ولا يقدرون اختراعات اخترعها المسلمون، وإنما كانوا يدوسون على الأخضر واليابس. فربما يكون أو تكون ترجمة الإمام الماتريدي من المفقود الذي دمره التتار في غزوهم للعالم الإسلامي. طيب إذن لو أردنا أن نفسر هذا الإهمال وهذه المفارقات التي ذكرناها، فهذان هما السببان المعتبران. بعض الباحثين بيذكروا أسباب أخرى حقيقة لا ينبغي الالتفات إليها، منها مثلا لما بعضهم يقول إنه من أسباب عدم وجود ترجمة الإمام الماتريدي بعده عن دار الخلافة. هو أنت يعني إذا ذكر هذا السبب فيبد أنك تفكر فيه، هل هو سبب معقول أو لا؟ وهل كل عالم بعيد عن مركز الخلافة لم يترجم له؟ وهل كانت تراجم العلماء قاصرة على من يعيش في عاصمة الخلافة أو في دار الخلافة اللي هي بغداد فقط؟ طبعا كلام يعني إيه غير معقول. فيعني الإمام الطحاوي مثلا ما ترجم له ولم تكن مصر وقتها مركزا للخلافة، واضح؟ فأيضا هذا السبب يعني لا ينظر إليه. في سبب ثاني بيذكر، وهو سبب أنا الحقيقة يعني أعتقد أنه بالإضافة لأنه هو سبب لا يلتفت إليه فهو سبب خطير أو كلام خطير يترتب عليه أمر خطير، وهو لما يقول بعضهم أنه السبب أن الإمام الماتريدي لم يكن يعتمد على قوة سياسية أو لم تدعمه قوة سياسية،
ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه القوة السياسية الحكم هو الذي يصنع المذاهب، وإنه لما نقول انتشار مذهب أهل السنة الآن في العالم معناه إنه هذا المذهب انتشر لا لأنه الحق ولا لأنه هو المعبر والمترجم لمذاهب الصحابة والتابعين، ولكن لأنه وجدت دول نصرت هذا المذهب. تخيلوا تخيلوا، ده معنى الكلام أليس كذلك؟ وهذا الكلام أنا سمعته من بعض الشيعة الاثني عشرين، يعني الشيعة عددهم الآن في العالم تقريبا 7% أو 8% من مجموع المسلمين. فإحنا بنقول لهم يعني إذا كنتم أنتم أهل الحق وكذا، فلي علماء المسلمين على مدار التاريخ لم يعتنقوا هذا المذهب، طبعا من غير يعني دخول في تفاصيل علمية، لكن إحنا بنتكلم كلام تاريخي عام. فقال لك لأنه مذهبنا كان محاربا طيلة الوقت، ومذهبكم كان يتبناه الحكام طيلة الوقت. فهو عايز يقول إنه مذهبنا الحق لكن مذهبكم هو مذهب الحكام، هم يريدون أن يقولوا ذلك. طبعا الكلام ده لما نيجي برضو نفكر فيه شوية هنلاقي إنه كلام غير صحيح. ليه؟ إحنا عندنا مثلا المعتزلة، المعتزلة كانوا يحكمون العالم الإسلامي في عهد المأمون، يعني المأمون الخليفة المأمون كان معتزليا، بل كان يجمع العلماء ويختبرهم في عقائدهم، فمن لم يقل بأقوال المعتزلة كان يدينه وكان يحبسه ويضربه، زي ما حصل مع الإمام أحمد في المحنة المشهورة اللي هي محنة خلق القرآن والتي ابتلي بسببها الإمام الشافعي. فهل صار العالم الإسلامي معتزلي؟ لم يحصل. هنلاقي مثلا مكان زي مصر وشمال إفريقيا حكم فترة طويلة من الفاطميين، والفاطميين من الشيعة الإسماعيلية الباطنية. فهل صار علماء مصر وشمال إفريقيا وصار المصريون والليبيون والمغاربة إسماعيلية؟ لم يحصل. فكان الحكم في وادي والشعب أو الناس في وادي آخر. واضح؟ بل لما تيجوا حضراتكم تقرأوا في التاريخ الإسلامي في القرن الرابع الهجري تحديدا هتلاقوا أن العالم الإسلامي كان يحكمه عدد من الدول، كل دولة منها تدعي الانتساب لآل البيت، كل دولة منهم تدعي أنها هي دولة آل البيت، وكل دولة منها تعتقد أنها هي المعبرة عن الإسلام الأصيل الحق. ومع ذلك كل هذا اختفى ولم يبق إلا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب كيف نفسر تبني بعض الحكام لمذهب أهل السنة والجماعة؟ هو برضو في واقع تاريخي بيقول أنه بعض الحكام أعطى دفعة لمذهب أهل السنة، زي صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي الجامع الأزهر لما بني، أولا بني في عهد الفاطميين لنشر المذهب الإسماعيلي، ثم أغلق 100 عام تقريبا حتى افتتحه أو أعاد التدريس فيه صلاح الدين الأيوبي الذي كان أشعريا شافعيا. واضح؟ نعم نحن لا ننكر أن يكون بعض الحكام عنده بعض الحماس لمذهب أهل السنة، لكن خد بالك معي ماذا يفعل السياسيون؟ السياسي ماذا يفعل؟ السياسي يريد أن يكسب قلوب الشعب، مش كده؟ يريد أن يبقى على الكرسي، يريد أن يحبه الناس، أليس كذلك؟ فالخطوة السياسية تكون تالية وليست سابقة. يعني السياسي يرى أن هذا المذهب منتشر بين المسلمين نتيجة فعل العلماء، نتيجة المدارس العلمية، نتيجة قوة المذهب الفكرية والعلمية، ثم يأتي السياسي ويركب الموجة. يأتي السياسي يقول نعم نحن كذلك، ويبدأ يشجع العلماء ويفتتح المدارس وكذا. فالمذاهب إن كانت ضعيفة ودعمتها قوة سياسية فإنها لا تبقى، والتاريخ شاهد. المذاهب إذا كانت قوية وإن حاربتها القوة السياسية فإنها تبقى، زي ما حصل مع مذهب أهل السنة في بعض الفترات التاريخية. تبني بعض الحكام لمذهب أهل السنة هو الخطوة الثانية وليس الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي قوة هذا المذهب، قوة حججه، قوة أدلته،
وبالتالي الحكام يأتون ليكون لهم في قلوب الناس مكانة. فإذا انتشار مذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية في العالم الآن لم يكن بسبب الدعم السياسي كما قد يدعي بعض الناس. بعضهم أيضا بيذكر في عدم وجود ترجمة الإمام الماتريدي في أنه أو بيذكر أنه الإمام الماتريدي لم يرتحل من بلده اللي هي سمرقند إلى غيرها من البلدان، وده سبب عجيب جدا. احنا اصلا ما نعرفش هو اتولد امتى ولا مين اولاده ولا نعرف اي حد عن حياته، فانت كيف تحكم انه لم يخرج من بلده؟ فانت عشان تحكم هذا الحكم لكي تقول انه لم يخرج من بلده، هذا فرع عن معرفة حياته، وحياته مجهولة. واضح؟ فلا نستطيع ان نقول ان السبب في عدم وجود ترجمة الإمام الماتريدي أنه لم يرتحل إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أنه سمرقند نفسها كانت مركز علمي. يعني سمرقند وبخارة كانت زي بغداد، كانت زي البصرة، كانت زي القاهرة، كانت مركز علمي يرتحل إليه أهل العلم من الأماكن المختلفة في العالم الإسلامي. فإحنا عندنا سببين بيفسرولنا الإهمال وبيفسروا لنا وجود هذه المفارقات في بحثنا عن حياة الإمام الماتريدي، وعندنا أسباب أخرى واهية لا ينبغي الالتفات إليها. غالب ما تحت أيدينا من ترجمة الإمام الماتريدي كما قلت لحضراتكم مأخوذ غالبه من كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي، وهو كتاب في العقيدة الماتريدية، وترجم الإمام الماتريدي أثناء حديثه عن القائلين بصفة التكوين من الصفات التي انفرد بها الإمام الماتريدي ومدرسته. وذكر أيضا شيء من ترجمة الإمام الماتريدي في كتاب أصول الدين لأبي اليسر البزداوي، 5 سطور. وأبو اليسر البزداوي أسبق من أبو المعين النسفي. أبو اليسر البزداوي توفى سنة 493، أبو المعين النسفي توفى سنة 508، فدول هذان الكتابان هما أقدم المصادر التي ترجمت الإمام الماتريدي. كل الكتب اللي جت بعد كده لا تزيد شيئا تقريبا عن الموجود في الكتابين دول. يعني هنلاقي مثلا أبو الوفاء القرشي في الجواهر المضية، هنلاقي ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار، هنلاقي ابن قطلبغة في تاج التراجم، هنلاقي العلامة الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، هنلاقي عبد الحي اللكنوي في فوائد البهية في تراجم الحنفية. كل هؤلاء لا يزيدون شيئا عن المذكور في هذين الكتابين. طيب السؤال الآن، إذا كان كل المذكور عن الإمام الماتريدي هو 20 سطر في تبصرة الأدلة و5 سطور في أصول الدين، فكيف تم لي كتابة هذا الكتاب عن حياة الإمام الماتريدي؟ من أين استخرجنا هذا؟ استخرجنا هذا من هذه الكتب بالطبع، ومن قراءة تفسير الإمام الماتريدي. من خلال قراءتنا لتفسير الإمام الماتريدي نستطيع أن نتعرف على شيء من حياته، بحيث يعني تتضح الصورة أكثر عن حياة الإمام الماتريدي، بالإضافة إلى أنه ذكر عن الإمام الماتريدي في بعض الكتب وفي بعض المواطن أمور يعني أثناء الترجمة لغير الإمام الماتريدي يذكر كلمة عن الإمام الماتريدي، يذكر سطر عن الإمام الماتريدي. فنحن جمعنا هذا وقمنا بتحليله حتى صح لنا هذا الكتاب. فتعالوا مع بعض كده بسرعة نعطيكم خلاصة حياة وترجمة الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله اسمه محمد ابن محمد ابن محمود
أبو منصور الماتريدي السمرقندي، هذا هو اسمه. الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين يقول إن اسمه محمد ابن محمد ابن محمود ابن محمد، فيزيد ماذا؟ فيزيد بعد محمود اللي هو جده ماذا؟ يزيد محمد. وهذه الزيادة انفرد بها الإمام أو الإمام الزبيدي، والإمام الزبيدي متأخر من المتأخرين من علماء القرن الثاني عشر الهجري، يعني بعد الماتريدي بحوالي 900 سنة. فمن أين له هذه الزيادة؟ وبالتالي هذه الزيادة يبدو أنها سفك قلم أو يعني أمر لا دليل عليه، وبالتالي نتوقف فيها على أقل تقدير. فالصحيح أن اسم الإمام الماتريدي هو محمد ابن محمد ابن محمود من غير زيادة محمد بعدها، أبو منصور الماتريدي السمرقندي. طيب احنا بنقول في اسمه الماتريدي السمرقندي، فما نسبته؟ إذن نسبته هي هذه، نسبته ينسب الإمام الماتريدي إلى ماتريد أو ماتريت بالدال أو بالتاء. وماتريد أو ماتريت محلة، بلدة، مكان في سمرقند، وسمرقند من بلاد ما وراء النهر. ولأن ما تريد في سمرقند، يعني ما تريد كأنها قرية، قرية في المدينة الكبيرة اللي اسمها إيه؟ سمرقند. فأحيانا ينسب إلى سمرقند فيقال أبو منصور الماتريد السمرقندي، وأحيانا يقال أبو منصور الماتريدي فقط. فأحيانا ينسب إلى ما تريد، وأحيانا ينسب إلى ماذا؟ إلى سمرقند، وأحيانا يجمع بينهما فيقال الماتريدي السمرقندي. طيب سمرقند الآن ما زالت موجودة ومعروفة في جمهورية أوزبكستان الإسلامية التي استقلت حديثا عن الاتحاد السوفيتي. ألقابه أيضا من خلال البحث في الألقاب التي لقب بها الإمام الماتريدي نستطيع أن نتعرف على مكانة هذا الإمام وعلم هذا الإمام، أليس كذلك؟ ففتشنا في الكتب ووجدناه يوصف بأوصاف كبيرة. من ألقاب الإمام الماتريدي مثلا ما ذكره صاحب مسالك الأبصار ابن فضل الله العمري حين قال عنه: أحد أعلام الدين ومشايخ المسلمين، إمام كل العالم بعلمه يقتدون وبنهجه يهتدون، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا وديانة وخيرا وقبولا عند الموافق والمخالف، مجمعا على أنه عديم النظير وسيف السنة وقامع أهل الزيغ والبدعة. إذن لما نقرأ هذه الألقاب بتعطينا خلفية هذا الإمام. فلما يقول إمام تعرف أنه ما كانش شخصية عادية، لما تقول إنه لما تقرأ أنه هو قامع أهل الزيغ والبدعة تعرف أنه كان ممن يتصدى للملحدين والثانوية والمشبهة والمعتزلة وغيرهم. فبتستشف من هذه الألقاب وظائف وأعمال هذا الإمام. لقب أيضا بالأستاذ، وكلمة أستاذ كما قلنا في المرة السابقة أول ما ظهرت هذه الكلمة ظهرت في عهد إسماعيل الثماني، وأول ما ظهرت كانت تعني شيخ الإسلام، يعني كبير العلماء، يعني أكبر واحد في أهل العلم. فلقب الإمام أبو منصور الماتريدي بلقب الأستاذ. لقب بالإمام ولقب أيضا بشيخ الإسلام، لقب بشيخ الإسلام، ولقب شيخ الإسلام ذكر في عدد من الكتب منها الجواهر المضية في طبقات الحنفية وفي الفتاوى الهندية وفي غيرها. والآن لما حضراتكم تسمعوا بعض المتحدثين من المشايخ والمتصدرين لا يكادون يذكرون كلمة شيخ الإسلام إلا لمن؟ لابن تيمية.
فصارت هذه الكلمة إذا أطلقت يتبادر إلى أذهان أهل العصر من؟ ابن تيمية. لقب شيخ الإسلام أطلق في تاريخ المسلمين على حوالي 125 شخصية. لقب شيخ الإسلام لقب به تقريبا 125 شخصية في تاريخ المسلمين. كان هذا اللقب من ألقاب الإمام الماتريدي. واضح؟ فإحنا أيضا نقول شيخ الإسلام الماتريدي، نقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهكذا. من ألقابه أيضا الزاهد، الزاهد. فلما نقرأ في ألقابه إنه زاهد، يبقى ده بيعطينا أيضا بعد جديد لشخصية الإمام الماتريدي، إنه ما كانش مجرد متكلم، ما كانش مجرد فقيه، ما كانش مجرد مفسر، وإنما يبدو إنه كان عابد أو كان متصوف أو نحو ذلك. لذلك في فصل كامل بنتكلم، أو في مطلب كامل هنا بنتكلم عن زهد الإمام الماتريدي، وبنذكر بعض الأمور اللي وجدناها تدل على زهده وعلى تصوفه رحمه الله. وفي لقب لا يكاد يطلق إلا على الإمام الماتريدي، يعني زي مثلا كده من حجة الإسلام، من؟ الغزالي. في حد في تاريخ المسلمين تطلق عليه لقب حجة الإسلام إلا من؟ أبو حامد الغزالي. الإمام الماتريدي له لقب لم يطلق إلا عليه، علم الهدى. علم الهدى أو إمام الهدى، تمام؟ لم يلقب بهذا اللقب إلا أبو مسلم، بحيث إذا قلنا مثلا قال علم الهدى خلاص ما فيش غير الماتريدي، قال إمام الهدى يبقى هو الماتريدي، ما فيش غيره. لكن لو قلت قال شيخ الإسلام، أي واحد لازم تقول بعدها شيخ الإسلام فلان. واضح؟ زي لما تقول قال حجة الإسلام ممكن تسكت بعدها، لأنه معروف لا يوجد حجة الإسلام إلا، أو هذا اللقب لا يوجد إلا لمن؟ إلا لأبي حامد رحمه الله. لقب أيضا بأنه من كبراء الملة، من كبراء الأئمة وأوتاد الملة. أوتاد الملة، اللي عنده اطلاع من حضراتكم على تراث التصوف هيدرك أن كلمة وتد، وتد ها مصطلح صوفي. الإمام السيوطي عليه رحمة الله له رسالة، الخبر الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والأبدال. ما معنى هذا؟ أنتم عارفين حضراتكم أن الولاية، الولاية درجة كبيرة في القرب من الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية درجات، يعني أنت ممكن تبقى ولي لكنك في درجة أقل أو أكثر من غيرك، تمام؟ فالأقطاب الأوتاد الأبدال دي درجات في الولاية. واضح؟ إمام السيوطي في هذا الكتاب يثبت حسن بالمصطلح الحديثي، بالمصطلح الحديثي حديث الحسن، ها حسن الأخبار الواردة في إثبات وجود هذه الدرجات من درجات الولاية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وهذكر لكم بعد ذلك إن شاء الله شيء من هذا عن الإمام الماتريدي. فإذا كان يلقب بالنسبة أنه من أوتاد الملة، معنى ذلك أنه كان الإمام الماتريدي بعد غير البعد العلمي الفكري الثقافي، في بعد إيه؟ تعبدي تصوفي، أليس كذلك؟ ده اكتشفنا من إيه؟ من ألقابه. وهيجلنا بعض الأخبار، هيجلنا بعض الأخبار التي رويت في كتب التراجم عن بعض كرامات، يعني الرجل مش ولي بس، لا ده ليه كرامات كمان هنذكرها بعد شوي. ولقب أيضا بمهدي هذه الأمة في وقته، مهدي هذه الأمة في وقته، يعني كان من المنافحين عن الدين، القائمين بأمر الدين، المدافعين عن الإسلام ضد الطاعنين فيه وكذا. ولقب أيضا بقدوة الفريقين، قدوة
الفريقين. من لقبه بهذا؟ النسفي نجم الدين في القند. احنا قلنا المرة اللي فاتت القند يعني ايه؟ قلنا المرة السابقة القند يعني الحلوى. الحلوى في عندنا كتاب القند في ذكر علماء سمرقند. طيب في هذا الكتاب نجم الدين النسفي ترجم لمين؟ لأبي الفتح الصوفي. ترجم لمن؟ واحد اسمه أبي الفتح الصوفي، تمام؟ فأثناء ترجمته لأبي الفتح الصوفي ذكر الإمام الماتريدي وقال إن قدوة الفريقين. فإحنا لما نيجي نقرأ ده في ترجمة واحد صوفي نفهم إنه يقصد بالفريقين إيه؟ أهل الحقيقة والشريعة. الثنائية دي أيضا موجودة، ثنائية أهل الشريعة اللي هم العلماء المتشرعين المفسرين المحدثين الفقهاء، وعندنا علماء الحقيقة أو علماء الباطن اللي هم علماء التزكية والتصوف والأحوال والذكر والتربية وكذا. فعندنا علماء الشريعة وعلماء الحقيقة أو علماء الظاهر وعلماء الباطن، والقليل الحقيقة من علماء الإسلام من جمع بينهما، إن الواحد يبقى إمام في الاثنين، واضح؟ فالإمام الماتريدي رحمه الله من ألقابه قدوة الفريقين، يعني كان إمام في علوم الشريعة وفي علوم التزكية والتصوف والحقيقة. من ألقابه أيضا رئيس مشايخ سمرقند وأكبرهم، ورئيس عامة مشايخ الحنفية، وإمام المتكلمين، والفقيه. يبقى إذن الألقاب دي كلها بتعطينا أيضا دلالة على أن الإمام الماتريدي لم يكن عالما ضمن مجموعة علماء، وإنما كان هو أكبره. فالعلماء في عصره كانوا يرجعون إليه، كان هو رئيسهم قدوتهم إلى آخره. من ألقابه أيضا الفقيه، ولما يلقب إنسان بالفقيه معنى ذلك أنه اشتغل بالفقه، معنى ذلك أنه عنده آراء فقهية، معنى ذلك أنه درس الفقه، معنى ذلك أنه وصل في مذهبه لمرحلة معينة أو لدرجة معينة أو لرتبة معينة. مش أي حد يلقب بالفقيه، مش بمجرد أني مثلا اتعلمت الفقه وسمى فقيه، لا، أنا ممكن أكون مثلا متخصص في الحديث لكن أنا درست الفقه لحتى تصح علاجاتي أنا، من غير ما أتصدر لتدريس في الفقه ويبقى لي آراء فقهية أو كذا، فلا ألقب بالفقيه، وإنما ألقب مثلا بالمحدث أو المفسر أو المتكلم. فلا يلقب الشخص بلقب الفقيه إلا إذا كان مشتغل بالفقه، وده واضح جدا في تفسير الإمام الماتريدي. والفقهاء الحنفية فقهاء الأحناف بينقلوا عن الإمام الماتريدي في كتب الفقه بعض آراء الفقهية، مما يدل على أنه له مكانة في هذا الإيه؟ في هذا المذهب. يلقب أيضا بأنه إمام المتكلمين، وده واضح، إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين، ده يدل على أن الإمام الماتريدي اشتغل بعلم الكلام، اشتغل بالعقائد، وكان متصدرا في هذا. بل نحن لا نكاد نعرف الحقيقة عن الإمام الماتريدي إلا اشتغاله بالعقائد، حتى تفسيره اللي هو تفسير تأويلات القرآن بعض الناس كانوا بيظنوا أنه كتاب في العقيدة. هو نعم فيه مسائل عقدية لكنه أوسع من تناول المسائل العقدية فقط، فيه مسائل فقهية، فيه مسائل تفسير بكل ما تحمله كلمة تفسير من معنى. لقب أيضا برئيس أهل السنة، لقب بناصر السنة وقامع البدعة ومحي الشريعة، واضح؟ فكل هذه ألقاب أطلقت على الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى. لما نقول على الإمام الماتريدي ناصر السنة، هذا اللقب أطلق على من أيضا؟ مين تاني لقب بناصر السنة في تاريخ المسلمين؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لقب بناصر السنة، الإمام الماتريدي أيضا لقب بناصر السنة. فهذه هي أهم ألقاب الإمام الماتريدي. وقلنا لحضراتكم إن أخص ألقاب الإمام الماتريدي التي لم تطلق إلا عليه هو لقب علم الهدى. طيب مولده، متى ولد الإمام الماتريدي رحمه الله تعالى؟ حقيقة مفيش ولا مصدر تاريخي ذكر تاريخ ولادته، لكن احنا ممكن نشغل مخنا شوي فنعمل ايه؟
يشوف هو تلقى العلم على يد مين، مين مشايخه، واضح؟ ونحاول نعطي تاريخ تقريبي لتاريخ ولادته، مش كده؟ فهنلاقي إذا بحثنا إنه من مشايخه محمد بن مقاتل الرازي، ومن مشايخه نصيش بن يحيى البلخي. ده توفى سنة كام وده توفى سنة كام؟ محمد بن مقاتل الرازي توفى سنة 248، نصيش ابن يحيى البلخي توفى سنة 268. طيب، فإذا الإمام الماتريدي حتى يقال إنه لقي محمد بن مقاتل الرازي وتلقى عليه العلم فلازم يكون عنده على الأقل 12 سنة 15 سنة في هذه الفترة، تمام؟ فهنرجع بالتاريخ شوية، فهنلاقي إن الإمام الماتريدي ولد تقريبا في خلافة المتوكل، تقريبا لأن المتوكل تولى خلافة 332، فالإمام الماتريدي توفى في العقد الرابع، يعني بعد 230، يبقى في العقد الرابع اللي هو من 230 ل 240 في هذه الفترة تقريبا. وعلشان نقول انه تلقى العلم على محمد بن مقاتل الرازي قبل ان يتوفى يبقى في اوائل العقد الرابع، عشان يبقى عنده على الاقل 12 سنة 15 سنة، أليس كذلك؟ يبقى متى ولد الإمام الماتريدي؟ الإمام الماتريدي ولد في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري. طيب، خلافة المتوكل احنا قلنا كانت من سنة 232 لحد سنة 247. طيب، وفاته متى توفي الإمام الماتريدي؟ في إجماع، يعني ده معروف جدا الحمد لله، لقينا في حاجة يعني متفق عليها واثقين منها، وهي المتوفى سنة 333 هجري. فلو قلنا إنه ولد 233، إذا الإمام الماتريدي عمر طويلا، عاش أكثر من 90 سنة على الأقل، يعني عدى 90 مستريح، ليس كذلك؟ لذلك أنا بقول إن الإمام الأشعري رحمه الله يعد من طبقة تلامذة الإمام الماتريدي. الإمام الأشعري ولد 267، تخيلوا. إذا قلنا إن الإمام الماتريدي ولد 237، بينهم كم سنة؟ 30 سنة. ثم الإمام الأشعري لم يتحول لمذهب أهل السنة إلا بعد 40 سنة، فيبقى 30 زائد 40 70 سنة. فالإمام الماتريدي أسبق في نصرة السنة من الإمام الأشعري. هتيجي إن شاء الله نتكلم فيها بعد ذلك. القصد إن الإمام الماتريدي رحمه الله إذا قلنا إنه ولد 233 أو 235 أو 237 وتوفى على حسب يعني إجماع الآراء إنه توفى 333، فإذا الإمام الماتريدي رحمه الله عمر طويلا. طبعا حضراتكم انتوا بتدوروا على وفاة الإمام الماتريدي هتلاقوا إن في أقوال شاذة، بعضهم بيقول إن توفى سنة 332، وبعضهم بيقول توفى سنة 336. طبعا كل دوت يعني أقوال لا يلتفت إليها، لا يعلم قائلها، وإنما حكيت يعني في وسط الكلام كده بتحكى، وقيل كده على التضعيف، وقيل لما يتقال وقيل يبقى هذا قول ضعيف. طيب، يبقى إذن عرفنا مولد الإمام الماتريدي ووفاته. الإمام الماتريدي رحمه الله قبره معروف الآن وموجود وبيزار، أي حد من أهل العلم بيروح أوزبكستان في مقبرة هناك معروفة فيها العلماء والصالحين وبعض الصحابة رضي الله عنهم، زي قبر قثم بن العباس، بجواره قبر الإمام أبو منصور الماتريدي. الناس من زمان بيروحوا يزوروا هذه الأماكن المباركة، بل بعض كبار هذه البلدان من القدم كانوا يتبركون بالتوصية أن يدفنوا بجوار هؤلاء الأئمة
هؤلاء الأئمة الكبار. بل بيذكر في بعض كتب التراجم أن فلان دخل سمرقند وزار من بها من العلماء والأولياء، ويذكر اسم قبر أبو منصور الماتريدي من القبور التي يتم زيارتها. القبر الإمام الماتريدي موجود في حتة اسمها جاكر ديزة، جاكر ديزة، وهي محلة من محال سمرقند. الإخوة الأوزبك دلوقتي بيقولوا شاكر زيدة أو جاكر زيدة، المكتوب في الكتب جاكر زيدة، هما بيقولوا إيه؟ المكتوب في الكتب معذرة جاكر ديزة، هم يقولون بحسب ما أخبرني بعضهم شاكر أو جاكر زيدة بتقديم الإيه؟ بتقديم الزاي على الياء. وهي محلة من محل سمرقند كما قلنا، بها مقبرة كبيرة مشهورة للعلماء والكبار كما يقول صاحب كتاب الأنساب. ولو دورتوا حضراتكم على الإنترنت هتلاقوا في صور لقبر الإمام الماتريدي من الخارج، وصور لقبره من الداخل. ربما حضراتكم تشوفوا دي صورة القبر من الخارج في عناية بي، ودي صورة القبر من الداخل، من الخارج من الداخل. طيب، أسرته ونسبه، هو اسمه أبو منصور أليس كذلك؟ أبو منصور، هل معنى كأنه عنده ابن اسمه منصور؟ هل نقدر نستنتج هذا الاستنتاج؟ مش بالضرورة، صحيح؟ مش بالضرورة، ممكن الواحد يبقى له لقب. يعني العرب من عاداتهم إنه كل ولد يرقب، يعني يبقى ابنه صغير كده لسه بيتعلم المشي ويلقبه يسميه أبو محمد وهو لسه مولود. في عادة عند العرب فلا يلزم من اللقب أن يكون له بالفعل ماذا؟ ولد. من الحاجات اللطيفة جدا أني وجدت في تفسير الإمام الماتريدي ما يدل على هذا، عند قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ماذا يقول الإمام الماتريدي في تفسيره لهذه الآية؟ يقول وقيل ذكره بالكنية يخرج مخرج الوعيد له، يعني الله حين يقول أبي لهب فهل عنده ابن اسمه لهب؟ ما معنى كلمة لهب؟ النار. فالله عندما يقول أبي لهب يعني هو أبو النار، كأن النار ستلتصق به وهو أبوها، فهو داخلها لا محال، يعني هكذا، أي تصير النار كالابن وهو كالأب لها. بيقول إيه بقى؟ وذلك لأن هذه الكنى أبو كذا إنما تذكر في المتعارف على وجه التساؤل، يعني أنا لما أجي لفلان من الشباب وهو لم يتزوج وأقول له أنت أبو مصطفى أو أبو يحيى على وجه التساؤل، إن شاء الله هيشتغل كتير ويحوش فلوس كتير ويتجوز وبعد 20 سنة يبقى عنده إيه؟ يبقى عنده ابن اسمه مصطفى، فعلى وجه ماذا؟ التفاؤل. ثم يقول لأن هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على وجه التفاؤل كما يقال أبو منصور. لاحظتم؟ كما يقال أبو منصور يشبه أو بيذكر كنيته هو، أليس كذلك؟ كما يقال أبو منصور على رجاء أن يولد له ابن يسميه منصورا. إذن لما نقول أبو منصور لا يلزم أن يكون له ابن، والراجح أنه ملوش ابن اسمه منصور. ليه؟ لأنه زي ما هقول لحضراتكم بعد كده أنه هذا التفسير كان من أواخر مؤلفات الإمام الماتريدي، والكلام ده في سورة المسد التي هي في آخر القرآن. الإمام الماتريدي كان بيفسر في مجالس، فعلشان في آخر حياته يملي تفسير في مجالس علمية، معنى ذلك أنه هذا الكلام قاله قرب وفاته. والعادة جارية أن الرجل بعد سن 70 و80 قدرته على الإنجاب تضعف، أليس كذلك؟
فيرجح، أنا طبعا لا أجزم، يرجح أنه ليس له ولد اسمه منصور بناء على كنيته، لكن للماتريدي بنت، يعني إحنا ليس له ولد في الراجح لكن له بنت. السمعاني يقول في مادة ماتريدي في كتاب الأنساب، وهو يتحدث عن النسبة إلى ما تريد، يقول: خرج منها جماعة من العلماء والفضلاء، تكلم عن ما تريد، منهم ذكر مجموعة ثم قال: القاضي الإمام أبو الحسن علي ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن عفان ابن علي ابن الفضل ابن زكريا ابن عثمان ابن عفان ابن خالد ابن زيد ابن كليب الماتريدي. طيب ايه معنى الكلام ده؟ ما معناه؟ ثم قال: وخالد المذكور في هذا الاسم هو ابو ايوب الانصاري، كانت امه، خالد ده امه بنت الشيخ الامام ابي منصور الماتريدي. يبقى اذا هذا الرجل أمه بنت من؟ بنت الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي. قال: وتوفي أبو الحسن علي في شهر ربيع الأول سنة 1150. صاحب الجواهر المضية بيؤكد المعلومة وبيقول: أبو الحسن القاضي سبط. ما معنى كلمة سبط في اللغة العربية؟ حفيد. سيدنا الحسن هو سبط من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسين هو سبط رسول الله. فلما هنا يقول بقى ايه؟ أبو الحسن القاضي سبط شيخ الإسلام أبي منصور الماتريدي، يبقى إذن هو حفيد، حفيد الإمام الماتريدي، تفقه على جده لأمه، يبقى إذن الإمام الماتريدي له بنت وتزوجت وأنجبت رجل من أهل العلم اسمه القاضي أبو الحسن. واضح؟ ده فيما يخص أسرة الإمام الماتريدي. طيب لو قلنا نسب الإمام الماتريدي، هل الإمام الماتريدي تركي؟ هل الإمام الماتريدي فارسي؟ هل الإمام الماتريدي عربي؟ ما أصل الإمام الماتريدي؟ الدكتور بكر طوبال أغلو معروف هنا عند الإخوة الأتراك بشدة، أعتقد يعني لا يوجد أحد يعني يدرس العلوم الإسلامية لم يسمع عن هذا الرجل العظيم. هو حقق بالاشتراك كتاب التوحيد للإمام الماتريدي، وكان له أيضا الفضل في إخراج نسخة جيدة من تفسير الإمام الماتريدي رحمه الله. رجح في مقدمة كتاب التوحيد أنه يكون الإمام الماتريدي من أصل تركي. الإمام الماتريدي إيه؟ أصل تركي، باعتبار أنه الشعوب التركية ليست هي تركيا الحالية، الأتراك أمة. في كتاب لطيف قوي لحضراتكم ترجعون إليه اليوم اسمه طبقات الأمم، طبقات الأمم، لواحد اسمه صاعد الأندلسي، بيقول فيه إن أمم الأرض سبعة، أمم الأرض سبعة: البابليون والفرس والأتراك والقبط والهنود والروم والزنج تقريبا. فهذه أمم الأرض، بقية الأمم فروع عن هذه الأمم الأصلية. يعني لم يذكر مثلا العرب، العرب ليسوا أمة مستقلة، وإنما العرب هم نتاج أمتين كبيرتين: البابليون والقبط المصريون. مش كده؟ العرب أبوهم من؟ العرب اللي موجودين الآن أبوهم من؟ سيدنا إسماعيل هو أبو العرب المستعربة، أليس كذلك؟ سيدنا إسماعيل ابن من؟ ابن سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عراقي بابلي، وأمه من؟ هاجر المصرية القبطية، أليس كذلك؟ فالعرب أبناء إسماعيل هم نتاج أمتين اللي هم البابليون والمسلمين. عشان كده النبي لما جه تحدث عن مصر قال: إن لكم فيها ذمة ورحمة. فالمصريون رحم العرب، رحم يعني ايه رحم؟ يعني اخوال، اخوال الايه؟ اخوال العرب. القصد
إنه الدكتور بكر طوبال أوغلو رجح أن يكون تركيا، طيب، والأمة التركية أمة تشمل تركيا الحالية وعدد من دول وسط آسيا حتى حدود الصين تقريبا. على ما اعتمد الإمام الدكتور بكر طوبال أوغلو في هذا الترجيح، قال لأنه وجدنا تراكيب لغوية يستخدمها الإمام الماتريدي تشبه تراكيب اللغة التركية، بالإضافة لأنه تاريخيا بالفعل هذه المنطقة، منطقة سمرقند، كانت منطقة يتنازع عليها، يعني هي منطقة حدودية بين الفرس والترك، منطقة حدودية يأخذها الأتراك أحيانا، يأخذها الفرس أحيانا أخرى. طيب، هذا قول، وبعض الباحثين يذهبون إلى أنه عربي الأصلي، بل يقولون إنه من نسل الأنصار، ويرجع في نسبه إلى سيدنا أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى. طيب، من أين أتيتم بهذا؟ لماذا قلتم إن الإمام الماتريدي من نسل الأنصار؟ قالوا أولا لأن له أستاذ من نسل الأنصار، وهذا الكلام بيقال عشان تعرفوا إنه ليس كل ما كتب في الكتب هو كلام له قيمة، يعني ممكن يبقى كلام في غاية السقوط والتفاهم. وبعضهم قال إنه لأن بنته، شفنا أنا لسه شوية إن عنده بنت، لأن ابنته تزوجت رجلا عربيا من نسل الأنصار، والعرب في العادة تراعي الكفاءة في الزواج، فالعربي لا يزوج ابنته إلا لعربي، خاصة إذا كانت من الأشراف مثلا. واضح؟ لاحظوا إنه إحنا بنتكلم عن فترة تاريخية العرب فيها كانوا هم الملوك، هم الحكام، هم الأمراء، هم أصحاب المال، هم بقية الأمم كانت يعني ليسوا في هذه المكان. فإذا اعتمدوا على هذين السببين. طبعا السبب الذي ذكره الحقيقة الدكتور بكر طوبال لا يمكن الاعتماد عليه، لأن التراكيب اللغوية لا يستدل بها، يعني اللغة التركية هي فيها تراكيب ثالثية، أيضا فيها تراكيب عربية، فيها كلمات دلوقتي إنجليزية وفرنسية وألمانية. ثم هل كانت اللغة التي يتحدث بها الماتريدي هي نفسها اللغة التركية الآن؟ اللغة التركية تطورت، لا شك أنها تطورت، فالاعتماد على اللغة فقط ليس دليلا. تمام. طيب، هنقول انه عربي لانه استاذه كان عربي، او استاذه كان من نسل الانصار، ده كلام لا يلتفت اليه اصلا. هنقول انه عربي لانه بنته تزوجت واحد عربي، هذا لا يلزم. نعم، العرب يحب ان يتزوج بعضهم من بعض، لكن قد يتزوجون من غيره، فلا يلزم ايضا ان يكون عربيا لهذا السبب. خاصة يعني احنا نذكر الآن بعض الشواهد اللي هتؤكد ما نقول، ان الامام الماتريدي نفسه كان لا يرى وجود الكفاءة الزواج بالمعنى اللي هو المتداول عند العرب. تمام. انا رجحت ان يكون الامام الماتريدي رحمه الله من اصول فارسية، لا هو من اصول عربية ولا هو من أصول تركية. ليه قلت كده؟ قلت إن في شواهد، منها ما يتعلق بحال منطقة سمرقند وكلام المؤرخين عليها في وقت الإمام الماتريدي. في وقت الإمام الماتريدي هذه المنطقة، لو راجعتم لكتاب طبقات الأمم لصاعد الأندلسي هتلاقوها منطقة سمرقند معدودة من بلدان الفرس، أو من البلدان التي ينتشر فيها الفرس، فهي الأصل أن سكانها من الفرس وفق ما ذكره صاعد في كتابه طبقات الأمة. من الشواهد أيضا ما يتعلق بحال الإمام الماتريدي، منها مثلا الإمام الماتريدي كان يجيد الفارسي، فكان في تفسيره أحيانا يستخدم بعض الكلمات الفارسية، ودون هذا في التفسير، وهذكر لكم بعض النماذج بعد كده إن شاء الله. ومنها أنه كان يميل إلى جعل العجم أكفاء للعرب، يعني ما فيش، كأنه يريد أن يقول إنه لا يوجد في الشريعة، إذا تحدثنا
دين ما يقول إن العربي لا يتزوج إلا عربية، فالعجمي كفء للعربية والعكس بالعكس. ليه؟ لأن الشريعة جعلت أن التفاضل بين الناس ليس بالعرق ولكن بماذا؟ بالتقوى والعمل الصالح. منها مثلا طبعا الفكرة دي فكرة أنه كان يميل لجعل العجم أكفاء العرب، ذكرها في سورة محمد عند قول الله، عند تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعرب إذا تخلوا عن الدين ماذا يحصل؟ ربنا يستبدل قوما غيرهم ويكونون بنص القرآن ماذا؟ خيرا منهم. واضح؟ فممكن ترجعوا لتفسيره أو في تفسيره عند هذه الآية. منها مثلا إن الإمام الماتريدي كان يرى أن الاشتغال بالأنساب من التكلف، والقارئ من حضراتكم لتاريخ العرب يعرف أن العرب كانوا لا يتقنون إلا علم الأنساب فقط. يعني الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا العرب كانوا معروفين بأنهم أهل فنون ولا أهل علوم ولا أهل هندسة ولا أهل طب، ولكن كانوا علماء في ماذا؟ في الأنساب. في ماذا؟ في الأنساب، حافظين أنسابهم. فعندهم أن العلم الوحيد الذي ينبغي أن يشتغل به هو علم الأنساب حتى يتوافق مع حالة الفخر التي هي سمة من سمات ماذا؟ من سمات العربية القديمة. فلما يجي الإمام الماتريدي ويرى أن الاشتغال بعلم الأنساب لا فائدة منه، هذه كلمة لا يقولها عربي في الغالب كده. ومنها أن الإمام الماتريدي كان يرى أن عمل القائف رجم بالغيب. إيه عمل القائف؟ العرب كانوا أيضا شاطرين في معرفة الآثار، يعني ممكن من اللي هو من خلال الملامح الجسدية أو بعض الآثار يعرفوا صفات الشخص. فكانوا مثلا يستدلون إذا رأوا شخص مثلا عظيم الجمجمة، رأسه كبيرة، يعني يقول لك هذا الشخص يعني ذو شخصية قوية مثلا. يعني إذا وجد الشخص ده حواجبه كبيرة يقول لك ده يدل على نبوغه وكذا. العرب في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر من مكة إلى المدينة استعانوا بمن يعرف الأثر، فكانوا بارعين في هذا. بل كان بعضهم يعرف أنك ابن فلان من قبيلة فلان من ملامحك الجسدية، لك أنت من قبيلة فلان ابن فلان من خلال الشكل. فكانوا بارعين في هذا. طب الإمام الماتريدي لما يقول إنه عمل قائف رجم بالغيب، معنى ذلك إنه لم يمارس هذا العلم ولا يعرف فائدته. هنضيف على دوت حاجة مهمة أوي، إنه الفرس يعني شوفوا علم القائف كان ألصق بالعرب، علم النجوم ألصق بالفرس. الفرس شاطرين بارعين في الفلك بخلاف العرب. الإمام الماتريدي عليه رحمة الله ما كانش بيحرم علم النجوم بإطلاق، وإنما كان يعني يقول إن ربما يستدل به على بعض الأمور. فمعنى ذلك إنه عنده ميل لما تعود عليه وتربى عليه من المعروف عند علماء الفرس. طبعا هذه الأمور جميعا، هذه الآراء جميعا تبعد أن تصدر من عربي أصيل. لذلك أنا قلت إنه الذي ترتاح إليه النفس إن الإمام الماتريدي رحمه الله من أصل فارسي. طبعا ده بحث تاريخي ليس له علاقة بأن الله أيهما أفضل. نحن لا نبحث الآن عن أفضلية، وأن الله يستحسن أن يكون عربيا أو يستحسن أن يكون تركيا أو يستحسن أن يكون فارسيا. هذا لا يعيبه أن يكون فارسي أو يكون عربي أو يكون تركي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان في الثريا، في الثريا فين؟ في النجوم السماء، لناله رجال من هؤلاء. وكان قاعد في المجلس سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. فهو لا يعيب الإمام الماتريدي أن يكون فارسيا، لأنه إحنا عادة بنقول هذا الكلام في مقابلة من ينسبه إلى الأنصار
يعني هو الآن المقابلة، هل هو عربي من نسل الأنصار؟ وده طبعا أفضل لا شك. أو هو فارسي؟ نقول لهم لا، هو فارسي، الحقيقة تقول ذلك، وهذا لا يعيبه. فالنبي مدح الفرس وقال لو كان الإمام في السرية ناله رجال من هؤلاء. طيب هنا لو حد من حضراتكم هيدقق في الكلام هيلاقي أنه إقليم الفرس غير إقليم خراسان، إقليم فارس أقصد غير إقليم خراسان. سلمان الفارسي نسبة إلى ماذا؟ منطقة فارس، ما اسموش سلمان الخراساني، صحيح؟ فإذا هل هذا الحديث لا يشمل الإمام الماتريدي لأنه من خراسان؟ نحن قلنا المرة فاتت أنه الإمام الماتريدي من هذه المنطقة ما وراء النهر، وهذه المنطقة لا تسمى فاس إنما تسمى ما وراء النهر لتشمل إقليم خراسان وغيره. طيب فهل هذا الحديث لا يشمل الإمام الماتريدي؟ نقول لا، بل يشمله. ليه؟ لأن العرب كانت تسمي كل البلدان اللي في هذه المنطقة فارس، فعندهم خراسان وفارس جهة واحدة، مكان واحد، لا يميزون بين فارس البلدة الصغيرة أو المنطقة الصغيرة والمنطقة الأخرى التي اسمها خراسان، كله عند العرب اسمه فارس. فالإمام الماتريدي يشمله هذا الحديث. وهذا الجواب أخذته من المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم، عندما يعني صنع موازنة بين إقليم فارس وإقليم خراسان، قال هناك إن خراسان وفارس كانتا عند العرب شيئا واحدا، كانتا عند العرب شيئا واحدا. طيب إحنا النهاردة تعرفنا على، حتى لا أطيل عليكم، على مصادر ترجمة الإمام الماتريدي، تعرفنا على بعض الملاحظات المتعلقة بترجمة الإمام الماتريدي إذا طالعتم الكتب، من وجود إهمال ومن وجود بعض المفارقات المعينة، وذكرنا بعض الأسباب التي ارتضيناها في تفسير هذا الإهمال وتلك المفارقات. اتكلمنا عن اسم الإمام الماتريدي، عن نسب الإمام الماتريدي، عن نسبة الإمام الماتريدي، عن مولد الإمام الماتريدي، عن حياة الإمام الماتريدي، عن أسرة الإمام الماتريدي. المرة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن حياة الإمام الماتريدي وبعض مواقف الإمام الماتريدي السياسية. نتحدث في المرة القادمة إن شاء الله عن صفاته وأخلاقه، زهده، علمه، بعض صفاته التي أخذناها من كتابه، كتاب التفسير. إن شاء الله المرة القادمة أيضا نتحدث عن شيوخه وتلاميذه، ولعلنا بإذن الله نختم ترجمة الإمام الماتريدي المرة القادمة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.